السلام عليكم يا استاذ فهد، معاك مهند غلام 050-516-3525 من بن حموده للسيارات. دي السياره الترافيرس اللي حضرتك سالت عليها، البريمير، وده الابيض اللؤلؤي زي ما حضرتك شايف. بتكون رنجات 20 وفي كروم على الشبك، النتات كلها زينون ال دي كامل، تشغيل عن بعد، حساسات خلفيه، كاميرا خلفيه، خمس كاميرات سوري 3 دي كلهم طبعا، دب اوتوماتيك وفتحتين سقف. هنشوف من الداخل كيف ده شكلها من الداخل يا استاذ فهد. سيت مفصول، ده اللون، تحتين السقف، تبريد وتسخين في الكراسي، نافيجيشن، شاحن لاسلكي للتليفون. طبعا هي ماكينه 3.6 V6 طبعا، 310 حصان، 9 سرعات اوتوماتيك يا استاذ فهد. دول اكزوست من ورا كده تمام. هشوف لك يا استاذ فهد، معاك مهند. دي البليزر الفي 6 الار اس، الار اس زي ما حضرتك شايف طبعا شبك اسود رياضي مع رنجات 21. كمان نفس مواصفات الترافيرس شويه، بس هي 5 ركاب، يعني رادارين اماميين، تنبيه عند الخروج من الحارات، نقاط عمياء على المرايات، تبريد التسخين في الكراسي، فتحه سقف هنا بانوراما مش فتحتين سقف تمام، مع البلت ان نافيجيشن والشاحن اللاسلكي للتليفون. السياره دي واخده ديزاين الكامارو الزد ال1، حضرتك اكيد عارفها، تابلو والعداد، حتى اللون الداخلي في الار اس نفس لون الزد ال1 بالظبط، احمر اسود بخيال احمر شويه تمام. على العداد ديجيتال، وهي بتكون طبعا اول ويل درايف زي الترافيرس كمان نفس الشيء. وهنا كمان يا استاذ فهد الفئة البريمير من البليزر، نفس الشكل طبعا وكل شيء والمواصفات واحده، بس اختلاف شكل خارجي. الشبك بيكون كروم مش اسود لامع، والعلامه طبعا ذهبيه مش اسود. السياره كلها لون واحد، هناك في الار اس بتبقى لونين دايما، فيها المولدنج الاسود البيانو بلاك. هنا شكل الرنجات مختلف، نفس القياس 21، كروم طبعا على الابواب، كروم ورا، اكزوزين كروم. نشوفها من الداخل، في اختلاف اساسي من الداخل طبعا، الشدات كمان فضيه، اختلاف اساسي من الداخل بالسياره دي مقفوله. هي الكراسيها بيج مش اسود، بس باقي المواصفات نفس الشيء.